وامتى كان يعني اكتر وقت؟ شهر 3 ابتدى الاتحاد بيدعي الاجتماع عام لكل المجتمع الجامعه الامريكيه اللي هو بما يعني فيه طلاب والعاملين بالجامعه والستاف والدكاتره، وان هو اجتماع مفتوح بيعرض فيه اوراق ما كانتش موجوده، يعني احنا ما كناش نعرف عنها حاجه، وان هي بتتكلم الاوراق دي يعني عن عندنا مشكله في الجامعه من سنه 2008، ان احنا كل ما بنطلب حاجه من الاداره تخص الجامعه كان على طول الرد بيترد لنا ان احنا عندنا عجز في الميزانيه، وان ده العجز في الميزانيه ده اثر على حاجات كتير جدا داخل الجامعه وهقولهم دلوقتي. ومن يعني منهم اول حاجه زياده المصاريف، ان احنا عندنا 5% زياده مصاريف، والمرتبات بتاعه الاستاف ما بتزيدش والعلاوات متثبته ما بتزيدش، وفي عندنا حاجه اسمها مزرعه جنوب التحرير، دي مزرعه للريسيرش للبحث، البحوث هتتباع او هي شبه اتباعت، وبالتالي ده هيأثر على العاملين فيها مع انها بتدي ربح بتعمل ربح. وعندنا سكن في الزمالك هيتباع، وعندنا في الجونه ريسيرش سنتر برضو هيتباع او اتباع اصلا الجي سي، وكل ده بسبب ان احنا عندنا عجز في الميزانيه. اللي حصل في الميتنج ده ان احنا تحصلنا على اوراق، تحصلنا على اوراق من حاجه اسمها اي اس، الاي اس دي زي مصلحه الضرائب في امريكا، احنا بنبعت لهم الميزانيات بتاعه الجامعه وان هم بيراجعوا عليها وبيزي كونفيرم بياكدوا عليها. فاحنا واحنا عندنا نقدر نخش نقدر على حاجه اسمها فاك بوك، ده على الويب سايت بتاع الجامعه ان احنا نشوف الميزانيه بتاعه الجامعه. فاحنا قارنا بين الاي اس ومن الفاك بوك اللي احنا نقدر نشوفه، لقينا فرق في الارقام، وان في سنين كانت الجامعه بتعمل فيها ربح وبالتالي ان احنا عندنا عجز. فبدانا نعرض الحاجات دي لكل مجتمع الجامعه عندنا، بحيث ان احنا طب ليه بيتقال لنا ان احنا عندنا عجز واحنا اصلا ما عندناش، او في سنين كان ما عندناش فيه. اللي حصل بعد كده ان احنا بدانا نحاول نحشد ان الناس تيجي وتشارك، ونبقى في حراك طلابي وفي حراك في الجامعه كلها. والجديد كان في المره دي ان احنا كنا بنضم مش بس الطلاب، كل المجتمع الجامعه بما فيه العمال والستاف والدكاتره، ودول اللي كان مفاجئ لينا ان دول اكتر ناس كانوا متضايقين من الجامعه وكان عندهم سخط على الجامعه، لانهم كان بيتعاملوا معامله مش كويسه خالص، وكان كستاف او كدكاتره المرتباتهم ما بتزيدش، علاواتهم ما بياخدهاش، ما فيش ترقيات. وكعمال بقى وكان في كمان يعني قضيه مختصه، قضيه الامن، احنا عندنا مشكله في الامن، ان احنا مدير الامن اصلا بيشتغل في امن الدوله، ضابط في امن الدوله حاجه كده، فبيتعامل مع السكيورتي معامله امن الدوله، معامله الداخليه، وانا طبعا مش هتكلم على الداخليه. فحاجه لا انسانيه ومهينه، واحنا اسمنا في الجامعه الامريكيه، والجامعه الارض المفروض ان هي تبع السفاره الامريكيه، يعني ما ينفعش يخش عليا لو انا بعمل ايه، ما ينفعش يخش ضابط يقول حاجه. فما ينفعش ان احنا بنتكلم على حريه الفكر والتعبير والامريكا ويكون عندنا ناس بتتعامل معامله غير ادميه من شخص مدير امن، وما ينفعش عندنا محسوبيات. فالفكره ان حصل موقف كده مع الامن، وطبعا استعانوا بالاتحاد والاتحاد وقف معاهم، واحنا لسه في ظل المناقشات. برضو من الحاجات اللي كان بسببها احنا بترد عليه ان احنا عندنا عجز كان فكره الباصات. احنا عندنا الجامعه بتبقى ليها بروفايدر او شركه بتتعاقد معاها بتجيب لنا باصات، فغيروا الشركه دي شركه ارخص، فكانت الباصات بتعطل، وكانت الباصات بتقف، وكانت الكراسي بايظه، وكان المواعيد مختلفة غير مواعيد المحاضرات بسبب ان هم غيروا الشركة المتعاقد معاها. ليه غيروا الشركة المتعاقد معاها؟ عشان الشركة دي غالية واحنا عندنا عجز في الميزانية. طيب مش دي حاجة. طب احنا عايزين نعمل حاجة جديدة، الاتحاد بدأ يدي للجامعة الادارة حلول وحاجات كلها مفيش اي حاجة بتحصل. احنا عندنا في الجامعة كاتحاد احنا بنحضر، يعني دي حاجه كويسه، احنا بنحضر كل ممكن نحضر اجتماعات الاداره كلها، وبنحضر كل المناقشات والاجتماعات المهمه، بس في الاخر راينا راي استشاري، ملناش حق في اتخاذ القرار، مع اننا اصحاب الصوت، يعني احنا اصحاب المصلحه. اصحاب المصلحه بمعنى ان احنا 60% من دخل الجامعه من فلوسنا احنا كطلاب،
فليه احنا ما بندخلش في عمليه اتخاذ القرار دي؟ حاجه مش عندنا. انت احضري يا حبيبي واسمع ونتكلم ونتناقش وكل حاجه، بس انا هعمل اللي انت عايزه، اللي انا عايزه في الاخر. انا مش هعمل اللي انت عايزه حتى لو انت عايزه ده صح. دي كانت من الحاجات المطالب بتاعتنا كان احنا عايزين يبقى عندنا شفافيه، ان احنا يدونا الورق الكلام الصح، يدونا الارقام الصح، ويكون ان احنا يكون لنا حق في عمليه اتخاذ القرارات، ان احنا يبقى لينا كلمه، يبقى لينا سي في الموضوع. اللي حصل بعد الاجتماع ده، وكان اجتماع يعني ناجح جدا وحضر فيه ناس كتير جدا جدا، وفي فيديو على الفيسبوك بيج بتاعتنا بتاعت الاتحاد، اللي حصل ان احنا عملنا حاجه اسمها ريفرندم، هو استفتاء على صاحب الثقه من رئيسه الجامعه اللي هي ليسا اندرسون ومساعديه. والاستفتاء ده احنا دعينا فيه كل المجتمع في الجامعه الامريكيه. وحاجه بس عشان برضو نسيت اقولها، احنا عملنا حاجه اسمها سيفل ديسوبيدينس، عصيان مدني، وهو ان احنا لما بنيجي نخش نركن في الجراج بندفع فلوس، ما بندفعش. وقفنا ناس من الاتحاد ما تدفعوش فلوس، الباص بتعدي بكارد بالاي دي بتاعك عشان تعدي، ما حدش كان بيعدي. العصيان المدني ده كنوع من انواع الرفض لسياسه الاداره، وان احنا مش موافقين، وان احنا لينا حق ولينا كلمه. اللي حصل في الريفرندم ان احنا دعينا كل الناس ان هم ييجوا ويصوتوا على سحب الثقه من ليسا اندرسون رئيسه الجامعه. وقدرنا ان الريفرندم ده 2500 شخص، منهم 1500 طالب ان هم يصوتوا، وكان نتيجته 97% طبعا لسحب الثقه من ليسا اندرسون. وطبعا واحنا بنعمل كده كانت الاداره بتبعت ايميلات، اللي هو نوع من انواع احنا بنشجع حريه الفكر وحريه التعبير والديمقراطيه، واحنا في مناخ ديمقراطي، بس اللي انتوا بتعملوه ده مش ملزم علينا باي حاجه، وفي الاخر هو انتوا بتعملوا حاجه كده وخلاص، بس انا ما باخدش كلامكم، او ان انا مش هعمل حاجه. وحصل حاجه برضو مهمه جدا يوم الاجتماع اللي هو الاولاني الاجتماع العام ده، ليسا اندرسون بعتت ايميل قبل الاجتماع بنص ساعه قالت ان مفيش بادجت ديفست، وان مفيش عجز في الميزانيه قبل الاجتماع بنص ساعه. يعني هي بقى لها من 2008 لغايه 2015 بتقول ان في عجز في الميزانيه، قبل ما نعمل اجتماع بنوري فيه ورق او بنظهر فيه ورق بيدل عكس كلامها، بعتت ايميل قالت ان مفيش عجز في الميزانيه. ليسا اندرسون رئيسه الجامعه للجامعه يعني ايميل للجامعه لينا كلنا. وده كان يعني انا شايفه ان هي حركه غبيه جدا، ان هي كده ثبتت ان هي يعني ان هي بتكذب. بعد الريفرندم بدانا ان احنا طبعا احنا كان عندنا ظهرنا شويه مشاكل في الحراك، ان للاسف الشديد الحشد على الطلاب كان صعب جدا. احنا للاسف برضو الشديد الاكبر احنا كجامعه امريكيه عندنا مشكله ان المعظم الاغلبيه للطلاب من طبقه شويه عندها فكره اللامبالاه او مش فارق لها. يعني انا لو بابايا بيدفع 120 مش فارقه لو دفع 130,000، مش فارقه يعني عادي. للاسف الشديد ده للاغلبيه، لان هم يعني انا مش بعمم، بس هم ناس اصلا يعني ال 120 من 130 مش فارقه، ال 5% دي مش هتفرق لهم في حاجه. ده للاسف الشديد. واحنا كنا بنحاول نحشد الطلاب ان هو لا، حتى لو انت بتسرق في جنيه انت ممكن تسرق في 100، انت ممكن يجي عليك في حاجات كتير جدا. هما كانوا في وقت كانوا عايزين يقفلوا قسم من اقسام الهندسه بسبب برضو عجز في الميزانيه. فاحنا بدانا ان احنا نحشد للموضوع ده، بس هو كان ده من المشاكل اللي واجهتنا قوي، ان ناس كتير جدا ما كانش الموضوع من اهتماماتهم ان هما يشاركوا معانا، او ان هما خلاص مش فارق لنا، يعني الجامعه تعلي تزود ما ده الموضوع مش مهم بالنسبه لنا. كان في نفس الوقت ناس يعني ناس كتير جدا كانت عايز تعمل حاجه بس ما عندهاش، يعني مش عارفه تعمل ايه. من المشاكل برضو اللي واجهتنا كاتحاد ان احنا كان عندنا مشاكل شويه في التواصل كاتحاد من بيننا. كنا بنعرف الحاجات متاخر، يعني بكره هنعمل ريفرندم، بكره هنعمل استفتاء بكره، فكان الموضوع شويه كان سريع كده. اللي حصل بعد كده ان بدانا ان احنا ندعي الناس لاضراب، بس الناس برضو كان عندنا مشكله ان احنا عندنا اجازه شم النسيم 10 ايام، فكانت الناس وبعد كده عندنا امتحانات اخر الترم،
فكان برضو الناس مش هيعملوا دراب وكده يعني هم يجازفوا كده بالمستقبلهم والامتحانات، وده كان على طول الرد اللي بيتقال لنا. كتجربه او كحراك طلابي في الجامعه احنا حاولنا كاتحاد وكان ناس مجموعه عندها يعني رؤيه ان هي تحاول تغير الاستراتيجيه من فكره ان احنا نعمل مظاهره وننزل نهتف شويه، واحنا عندنا ان احنا نعمل كده عادي جدا ومش هيحصل لنا حاجه، ودي حاجه من الحاجات كويسه جدا في الجامعه ان احنا بنحاول نستغلها ان احنا عندنا المساحه ان احنا ننزل نعبر عن راينا، وعندنا المساحه ان احنا ننزل نعترض على النظام او على الاداره او على الحكومه. ودي طبعا دي حاجه بالنسبه لي شايفه ان هي كويسه لانها مش متوفره في جامعات تانية. بس الفكره ان احنا لما غيرنا الاستراتيجيه ان احنا نعمل حاجه اكتر ابتكار في ان احنا نعمل الريفرندم الاستفتاء ده، فكره ان احنا بندعي للناس ان هم يجوا يصوتوا عشان يسحبوا الثقه من رئيس الجامعه في الجامعه يعني بتاعتنا، ان احنا لا احنا لينا صوت واحنا لينا كلمه واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه، حتى لو بس هي مجرد حركه تبين لها ان هو لا يعني لا كفايه كده. يعني انا بالنسبه لي كعضو في الاتحاد شايف ان الاتحاد كان ليه اخطاء وليه حاجات كتير عملها صح، وكان ليه اخطاء مننا، بس اكتر المشاكل اللي كانت واجهت لنا كانت فكره الحشد على الطلاب، لان الجامعه العمال عايزين يضربوا بكره، عايزين يضربوا النهارده العمال بتاع الجامعه كلهم، عشان هم اكتر ناس متضررين، عشان هم ناس عايزين ياخدوا يعني عندهم اكل عيشهم وولادهم، حتى الدكاتره هم مش بيتقدموا في شغلهم، ما مش بياخدوا القدر الكافي يعني جزاء شغلهم، بس الطلاب يعني الاغلبيه مش كلهم طبعا عندهم لا مبالاه للموضوع، وده اكتر مشكله بتواجهنا يعني واجهتنا وبتواجهنا لغايه دلوقتي. ايه تاني اتكلم عليه دلوقتي؟ احنا دلوقتي كجامعه بنعمل ايه؟ احنا بدانا نعمل حركه موازيه للاتحاد، حركه طلابيه، علشان خاطر حسينا ان الاتحاد شويه هيدخل في فكره ان هو هيتفاوض مع الاداره وهيخش ان هو في مفاوضات. حاجه برضو تانية، احنا عندنا حاجه اسمها مجلس الامناء. مجلس الامناء ده اللي هو بمعنى صحاب الجامعه، يعني اللي هم المسؤولين عن يعني هم اصحاب الجامعه. مجلس الامناء دول مش بيجوا مصر غير مره واحده وما بنشوفهمش، وعلى طول هم بره يعني لان هم مش من مصر. احنا بعتنا المجلس الامناء عشان احنا عايزين نقعد مع مجلس الامناء. مجلس الامناء رد علينا، دي حاجه لسه قريبه جدا، وقال لنا ان هو يعني هيبحث وهيبقى فيه ان شاء الله اجتماع، ودي حاجه يعني تعتبر انتصار. تعتبر انتصار طبعا بالنسبه لنا ان احنا نقعد نتكلم مع مجلس الامناء، دي حاجه مهمه جدا، ودي برضو تعتبر من الحراك اللي حصل، يعني نتاج الحراك اللي حصل. وبنعمل على الارض بقى حركه موازيه للاتحاد عشان الحركه تبقى اكتر، تعمل حاجات اقوى، راديكاليه شويه اكتر، نعمل حاجات على الارض اكتر. الحركه دي طبعا مع تنسيق مع الاتحاد، يعني احنا مش ضد بعض تماما وبننسق معاهم، بس احنا اكتر على الارض وهم بقى فوق مع الاداره. مش عارفه ممكن نقول في حاجه تاني، بس يعني اعتقد ده كل يعني دي قصتنا كلها كاتحاد يعني وكجامعه امريكيه اللي حصل في الشهر اللي فات ده كله. حد عنده بقى اسئله؟ طيب واحنا بس لو الاسئله، احنا لو في حد عنده اسئله يا جماعه في الاخر، وهنسال الناس لو في سؤال لحد معين. انا كده خلصت فقره الاسئله. خلاص في حاجه ثانيه؟ في حاجه تانية اخيره يعني مهمه برضو. احنا عندنا في الجامعه حاجه اسمها الوديعه. الوديعه دي اللي المفروض اللي كل احنا جامعه يعني غير هادفه للربح، فمفروض كل فلوس اللي بتخش الجامعه بتروح للوديعه دي وبناخد منها نسبه للجامعه. فهي الجامعه عايزه تكبر الوديعه من 500 مليون دولار لبليون دولار، فهي عشان كده بتعمل الاجراءات التقشفيه اللي انا قلت عليها دي. فاحنا كنا عايزين وبتاخد من الوديعه دي، المفروض ان احنا المتعارف عليه ناخد 5% من الوديعه. احنا ما بناخدش 5% من الوديعه، ولا مره خدنا 5%، واكتر مره خدنا فيها كانت 4.5. ولما اتكلمنا مع الاداره برضو في الموضوع ده كان الرد على كلامنا ان شوفوا كل الجامعات اللي بره، الجامعات كلها بتاخد قد ايه من الوديعه، واحنا ما ينفعش ناخد من الوديعه اكتر من كده عشان ده هيأثر على الجامعه. ولما بحثنا يعني طلع ان كامبريدج يعني
ما تتقارنش اصلا، لما كانوا محتاجين خدوا 10% نسبه من الوديعه لما كانوا محتاجين. فانت ممكن تفكيها علينا عادي بدل ما تيجي علينا من الوديعه، بس هم اكتر عايزين يعني يريحوا نفسهم ويكبروا الوديعة عشان يرتاحوا بعد كده، بس مش مشكلة بقى الإجراءات التقشفية اللي بتحصل عليهم. أنا مش عارفة إيه بقى كده. طيب شكرا يا سارة. إحنا دلوقتي هنستعرض التجربة بتاعت جامعة الفيوم مع محمد الوكيل، بس الناس الأول اللي بره تدخل. الناس اللي بره تدخل. لا ادري 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 بتعمل ايه ادري بتعمل ايه لا شوكه قال لي صوتك لا لا يعني انا ضعيف برضه تبنينا بس صغير كده شباب ولا رجاله صفا يا شباب يا رجاله الناس تلاقي كرسي وتقعد